للتعليق والمتابعة ينضم إلينا دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. تحية لك دكتور، أهلا وسهلا. والحقيقة بعد مشاورات كثيرة دخل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الكابينت في اجتماعات ومشاورات، وكذلك مشاورات أيضا مع واشنطن بشكل الرد الإسرائيلي، برأي حضرتك كيف سيكون وإلى أين تصل هذه الحرب؟ بنيامين نتنياهو له أجندة شخصية ويريد أن تنتشر الحرب وتستمر، ورأينا ردة فعل بنيامين نتنياهو على الرئيس الفرنسي أمس لما قال الرئيس الفرنسي أنه يجب عدم إرسال أسلحة أخرى إلى إسرائيل، وهذه وسيلة لكي تتقلص الحرب ولا تستمر. وكانت ردة فعله عنيفة وكانت غير لائقة. واليوم السفير الفرنسي تراجع، السفير الإسرائيلي في فرنسا تراجع عن كلام نتنياهو إلى حد كبير، ولكن يعني أن إسرائيل الآن مستمرة في التصعيد، وبالتالي يجب حشد كل القوى المحبة للسلام لكي تكون هناك ضغط، ويكون ضغط عملي ليس مجرد كلام، لكن يكون ضغط عملي من عدم إرسال أسلحة أخرى لإسرائيل لكي تقف وتنحدر صعود الحرب ونرجع إلى الحل، لأن لا يمكن لأي حرب أن تحقق أهدافا استراتيجية على مدى طويل. الحرب هي الآن في العالم الحالي هي مجرد تكتيك ومجرد وسيلة، ولكن الهدف هو أن ترجع، أن يوجد حل نهائي لهذه المشكلة ولا تتوسع رقعة الحرب، وبالتالي يجب الرجوع إلى مفاوضات جدية وكذلك تحميل المسؤوليات، لأن ليس هناك مفاوضات يمكن أن تحل المشكلة إذا لم تكن هناك تحديد المسؤوليات واعتراف بالحقوق، أي حقوق كل الأطراف وليس طرف واحد. نعم دكتور مجيد، الحقيقة أنه الموقف الفرنسي موقف محترم للغاية وقد أشادت به الخارجية المصرية، والحقيقة أنه الرئيس الفرنسي أيضا كان له أكثر من تصريح، بداية ومع بداية الأزمة قال أنه بصدد الإعلان عن مؤتمر دولي كبير من أجل السلام ومن أجل التهدئة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أشار إلى عدم المشاركة في الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، وأشرت طبعا إلى فكرة الأسلحة وعدم المشاركة في الأسلحة المتجهة إلى لبنان. على جانب آخر كان وزير الخارجية الفرنسي أيضا في يوم الخميس الماضي أو الجمعة كان في زيارة إلى لبنان أيضا من باب التهدئة، حتى أن فرنسا نفسها دعت إلى أو وجهت ونصحت بضرورة إقامة انتخابات رئاسة للجمهورية في لبنان بشكل عاجل، ومن رأيها أن ذلك من الممكن أن يحد من التوتر الحالية والمواجهات الحالية الموجودة. برأي حضرتك عموما كيف يمكن أن يتم استثمار الدور الفرنسي، هذا الدور المحترم، في تهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني؟ رأينا الدور الفرنسي مهم جدا أمس وقبل أمس في مؤتمر الفرنكوفونية، والذي جعل يعني هذا العدد الكبير والمهم من الدول تساند لبنان وتطالب وقف اطلاق النار، وبالتالي هناك مساعي دبلوماسيه. ولكن المساعي الدبلوماسيه الان يجب ان تتبلور على ارض الواقع، يعني الفرنكوفونيه تمثل 350 مليون نسمه في العالم، وهذا ليس بشيء هين ويزن، ونرى ان يجب إعادة الجسور يعني حتى في المفاوضات. الآن المفاوضات منقطعة، المفاوضات التي بدأت من منذ سنة وكانت فيها ولعبت فيها مصر وقطر ودول أخرى وفرنسا والولايات المتحدة دورا مهما، ولكن هناك تعنت، هناك صحيح. فترة صعبة سنمر بها، لأن بنيامين نتنياهو يستغل هذا الفراغ، فراغ الانتخابات الأمريكية والتي الإدارة الأمريكية ليست لها كل الإمكانيات لتتحرك،
وبالتالي هذا الشهر سيكون شهر صعب، نعم ولكن يجب تحمله ويجب الحد والتقليص من عدد الضحايا المدنيين، لأن كل ضحية هي كارثة وهي أكيد كارثة إنسانية. أكيد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، كنت معنا مباشرة ومعلقا على تطورات الأحداث في الأراضي اللبنانية. شكرا جزيلا.